إذا بتسمح وقع هون. أستاذ أيمن، كمان أنا بدي زيد أسهم الضمان على الحياة، ساوي لي التأمينات على هذا الأساس. حاضر، رح ساويهم فورا. وأكيد اسم زوجتي رح ينضاف على الورثة القانونيين بشكل تلقائي. طبعا. بدي إياه بالضمان نفس الشيء، 80% للأولاد و20% لزوجتي. حاضر. عدنان بيك لحاله؟ لا، في عنده المحامي أيمن. طيب بس يطلع برد لك خبر؟ لا ما في داعي، شكرا. خلينا نخبي هاي القطعة للأخير، ما رح نبيعها فورا. مثل ما بدك. بيسان، موبايلك عم يرن. إيه حبيبي. مبروك حبيبتي، لقيت لك بيت كتير حلو. عن جد عم تحكي؟ وين؟ بقلوس، شقة ببناية، مانا كتير كبيرة بس ماشي حالها، إذا بدك منشوفها. طبعاً، أنت شفتها؟ والله أنا شفت صورها على الإنترنت، مبين إنها كتير حلوة، وغرفة البيبي كبيرة. لكن خلينا نشوفها. بكرة منشوفها وبعدين بتعطيني رأيك. طيب ماشي. تفضل. يلا باي حبيبي. طيب مع السلامة. شو بدك؟ جاي ردلك لزيارة. لا تسوي لي مشكلة جديدة يا بابا، هون مكان شغل رجاء. ما كان بدها تترك البيت. شي طبيعي. وليش بدها تترك البيت؟ بسببك انت بدها تتركني وتطلع من البيت. بس انا ما سمحت لها، مو لاني ما بقدر اعيش من دونها طبعا، لا، ما سمحت لها لامك تطلع من البيت لانه السبب كان كتير سخيف، ومشان تضل بالبيت شرطت علي اني صلح العلاقة اللي بيناتنا. انت حاولت انك تصالحني، فقلت هالمرة رح حاول انا. الموضوع بضحك؟ شايف بابا؟ كمان ما بتعرف تعتذر مزبوط. أنا ما عم بعتذر، عم بعطيك فرصة جديدة يا غبي. تعال لعندي، رجع على الشركة، وبلا ما تضل تاخد صدقة من الناس. أنا هون لأني بستحق هذا المكان. أول مرة بنجح بحياتي لأنك مو معي، ولأول مرة بحس أني إنسان ناجح. شكراً لك لأنك اجيت لهون، بس أنا لا يمكن أرجع على الشركة. رجاءً بابا فهمني. ماشي، أصلاً الحق مو عليك، الحق على اللي إجا لعندك. بابا، قلت لحالي مو معقول إجي لهون على الشركة وما أشوفك عدنان بيك. إذا أنت ندمان وجاية تعتذر فاعتذارك إجا متأخر، نحن ما عاد بدنا. ومين شايل لك أهمية؟
وانت رح يجي اليوم اللي تترجاني فيه. بوعدك انه ما رح يجي هذا اليوم. وبتعرف انا كتير عنيد مثل ما انت عنيد. انا ابنك. اجا منشان ماما وغروره ما سمح له انه يعتذر منيح. عم يحاول يضغط علي وبده اياني ارجع لعنده على الشركه. نهاد، اذا كان هالشي مشان تصلح علاقتك مع ابوك فبترجاك تروح لعنده ولا تضل هون. صحيح انا بكون خسرت شاب نشيط مثلك، بس مو مشكله، روح لعنده. انا ما بدي ارجع لعنده وما راح اتراجع عن قراري. مثل ما بدك.